إيران توعدت الولايات المتحدة الأمريكية بضرب أي تحالف في الشرق الأوسط ممكن أن يهدد أمنها القومي بأي شكل من الأشكال، وهذا جاء بتفاصيل من موقع نور نيوز أو وكالة نور نيوز المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني والمقربة كذلك من الحرس الثوري الإيراني، وهي باختصار قالت هذا الأمر صباح هذا اليوم. قالت إذا كان تنفيذ مثل هذه الخطط، تقصد طبعا التحالف الذي نسمع عنه كثيرا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، قالت إذا كان تنفيذ مثل هذه الخطط يهدد أمن إيران بأي شكل من الأشكال فستواجه استجابة أولية حاسمة تجاه أقرب الأهداف وأكثرها سهولة، في إشارة إلى دول الجوار، وواضح جدا بأن العراق قد يكون جزءا من هذه الأهداف في ظل هذه التصريحات القادمة من هذه الوكالة المهمة. هي تأتي بعد ساعات مباشرة من كلام مهم ومقال مهم للرئيس الأمريكي جو بايدن، صدق أو لا تصدق هو من كتب المقال على الواشنطن بوست، وبرر تماما لماذا هو متوجه إلى المملكة العربية السعودية في ظل أنباء وكلام كبير عن التحالف المرتقب في الشرق الأوسط، كلام أيضا قادم من الناشنال انترست بهذا الشكل. أيضا هو الكلام يأتي يوم أمس متزامنا مع ما ذكره الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه هذه القضية. وباختصار شديد جدا الرئيس الأمريكي جو بايدن وضح بأن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الطاقة يتم توريدها من هذه المنطقة، وكذلك عملية التجارة وكمية التجارة التي تمر من الممرات المائية الموجودة في الشرق الأوسط هي مهمة للغاية، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة جدا بهذه المنطقة. ولكن في نفس الوقت هو وضع اللوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في طبيعة الزعزعة وعدم الاستقرار في هذه المنطقة، فهو مثلا قال بأن الرئيس الأمريكي السابق انسحب من الاتفاقية النووية، دفع إيران أن تتقدم نوويا بشكل لا يصدق وغير متوقع، بالإضافة إلى ذلك أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق وفي سوريا صعدت بشكل كبير، تحدث عن العراق بشكل خاص بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ووضح بأن الفصائل المسلحة صعدت ضد السفارة ضد التواجد الأمريكي بشكل عال، ودخلت المنطقة في زعزعة كبيرة للغاية. أما بالنسبة للآن وبحسب وجهة نظر الرئيس الأمريكي جو بايدن، فهو الآن يزور شرق أوسط أكثر استقرارا، تحدث عن إيران بكل تأكيد وأكد بأن إيران الآن هي معزولة تماما، إن لم تعد إيران إلى الاتفاقية النووية فالضغوط الاقتصادية الضغوط الدبلوماسية ستستمر على إيران حتى توافق للعودة إلى الاتفاقية النووية، وبعد ذلك ينتهي عزل إيران كذلك. وتحدث بأن في فترته وفي فترة إدارته فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران اختلف وضعها، لم تعد تهاجم بهذا الشكل الكبير التواجد الأمريكي أو السفارة الأمريكية أو الوضع الأمريكي الموجود طبعا في المنطقة، وكذلك أكد بأن العراق تحول إلى منصة دبلوماسية، بدأ يعمل على الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، وكذلك أكد بأن الولايات المتحدة والقوات الأمريكية والقوات القتالية تحديدا هي انسحبت من العراق، بقيت القوات الاستشارية، هنالك التزام كبير جدا من الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وتحدث أيضا عن إمكانيات الولايات المتحدة الأمريكية الكبيرة في الشرق الأوسط بأنها لا زالت مستمرة، واستشهد بالعملية التي قامت بها الولايات المتحدة والتحالف الدولي تحديدا في عملية اغتيال قائد تنظيم داعش الإرهابي السابق عبد الله قرداش في فبراير من هذا العام. كانت عملية اغتيال كبيرة جدا هي قد تمت ضد عبد الله قرداش بكل تأكيد، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الكثير من الإمكانيات بحسب كلامه إذا ما توجهت إلى أي ضربة هي تبحث عنها في منطقة الشرق الأوسط. ولكن أيضا يجب أن ننتبه بأن الولايات المتحدة لديها تحرك عسكري مستمر، وهي تأتي على الحدود العراقية السورية بشكل عال خاصة على مستوى الجو. كيف لهذا الأمر أن يكون حقيقة خاصة في الداخل العراقي؟ هذا الأمر أصبح واضحا من منشور نشر اليوم من قبل DVIDS. بالنسبة DVIDS التي ترونها هنا هي تابعة إلى وزارة الدفاع الأمريكية، نشرت هذا المنشور اليوم لهذه الطائرة الحربية، وهي طائرة F-15E التي وضحت من خلال هذه الصورة بأن هذه الصورة لم يتم تحديد الموقع الخاص بها، والنشر طبعا والتقاط هذه الصورة كان في تاريخ 6 يوليو، أي تقريبا قبل 4 أيام، ونشروها اليوم في 10 يوليو بكل تأكيد. ولكن بالنظر إلى هذه الصورة وأخذ عدد من العلامات فسنرى بأنها
موجودة فوق الأراضي العراقية بكل تأكيد. سنلاحظ بأننا هنا مثلا على سبيل المثال هذا النهر الممتد بهذا الشكل الذي تلاحظونه، مع على ما يبدو بأنها كأنها جزر وسطية موجودة في هذا النهر مع الشكل الذي يأتي بهذا الاتجاه، وكذلك هذا الطريق الذي ترونه وهي علامات قليلة وبسيطة ولكن فيها الكثير من الوضوح طبعا بكل تأكيد، لأن هاي ريزولوشن دقة عالية في هذه الصورة، وهنا مناطق طبعا مفتوحة صحراوية والطائرة واضح أين هي تتوجه الآن بالتوجه إلى القمر الصناعي بأخر هذه الصورة والعلامات التي ركزنا عليها. دعونا نقترب قليلا من الحدود العراقية السورية وتحديدا من القائم والبوكمال، القائم البوكمال، لنلتف قليلا من نهر الفرات بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه على مستوى 180 درجة بالاقتراب من هذه المنطقة المهمة للغاية بهذا الاتجاه، ولنقترب أكثر من هذه المنطقة بأخذ زاوية واضحة تشبه الزاوية التي التقطت من قبل DVD-I بكل تأكيد. ستلاحظون بأننا هنا أمام هذا النهر الذي تلاحظونه نفس العلامات الجزر الوسطية، وهذا هو نهر الفرات، وهذا هو الطريق الذي لاحظناه، ولاحظنا الطائرة موجودة في هذه الصورة بهذا الاتجاه هي متوجهة، وبالتالي وعلى هذا الأساس هذه النقطة وهذه الصورة هي توضح بأننا فعلا أمام نقطة واضحة جدا، ونقطة بأن هذه الطائرة الحربية الأمريكية هي موجودة في داخل الحدود العراقية في ظل هذه العلامات التي وضحناها بهذا الاتجاه. وهنا طبعا كما تلاحظون هي قاعدة عين الأسد، القاعدة العراقية التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي، وبالتالي نحن أمام نشاط مستمر وقدرة مستمرة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة في مواجهة تنظيم داعش أو أي خطر ممكن أن تواجهه، وهذا هو الأمر الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الإمكانيات في التصدي لأي هجمات ممكن أن يتعرضوا إليها بكل تأكيد. وعلى هذا الأساس الرئيس الأمريكي هنا وبالتركيز على مسألة مهمة هي التركيز على ما هو قادم على المملكة العربية السعودية وزيارته القادمة، فهو قال بصريح العبارة وأكد على موقفه في مسألة حقوق الإنسان التي سبق وأن ذكرها في مسألة الصحفي جمال خاشقجي، ولكن سرعان ما امتدح المملكة العربية السعودية وقال بأن السعودية حافظت على عملية التماسك بالنسبة لدول الخليج ودول مجلس التعاون الخليجي ووحدتهم، كذلك أن السعودية هي قامت بعملية دعم الهدنة في اليمن وهذا ما نراه اليوم. بالإضافة إلى ذلك هو وضح بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن وكشف بأن هنالك تعاون بين المملكة العربية السعودية والخبراء في الطاقة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مسألة الطاقة، وبالتالي هذا ما قد يوضح لنا بأننا أمام متغيرات قادمة في عملية وبعد زيارته إلى المملكة بأن سيكون هنالك ارتفاعا في عملية ضخ النفط وموازنة أكبر واستقرار أكبر بالنسبة طبعا للطاقة التي نتحدث عنها. وبالتالي الرئيس الأمريكي وضح بأنه ذاهب للمملكة العربية السعودية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاستراتيجي، وهذا ما ذكره بكل تأكيد. قال عندما ألتقي بالقادة السعوديين يوم الجمعة سيكون هدفي هو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المستندة على المصالح والمسؤوليات المشتركة، مع التمسك أيضا بالقيم الأمريكية الأساسية. وعلى هذا الأساس طبعا بالنسبة للرئيس الأمريكي واضح ومن الكلام بأن هنالك تحالفا ونيتو قادم تحدثت عنه الناشنال انترست، وأن هنالك أهمية للرئيس الأمريكي التوجه إلى النيتو، وجدت بأن الأمور لن تأتي بسرعة ولن يتشكل هذا الحلف بسرعة ضد إيران، ولكن الناشنال انترست حذرت من إمكانيات إيران الآن. إيران اختلفت عن إيران في السابق، فهي أكدت بأن إيران الآن على تواصل وثيق وعلى تعاون وثيق مع روسيا ومع الصين، شبكة اقتصادية تعاونية كبيرة تشكلت منذ وتعززت بشكل كبير منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تعاون هائل جدا. إيران بالنسبة إليها دخلت إلى منظمة شنغهاي منذ العام الماضي، هي قدمت للانضمام إلى منظمة بريكس التي تتواجد فيها الصين وتتواجد فيها روسيا وكذلك تتواجد فيها الهند. بالإضافة إلى ذلك تحدثت الناشونال انترست بأن إيران الآن هي دخلت من ضمن منظومة يطلق عليها CIPS، والتي هي تعتمد في عملية التحويل والتحويل
البديل المالي على اليوان الصيني، لا تعتمد على الدولار الأمريكي أبدا، وبالتالي أي عقوبات على إيران على مستوى نظام السويفت الذي يعتمد على الدولار الأمريكي لن يؤثر على إيران في ظل هذه المنظومة المالية التي هي تأتي معادية للغرب. هنالك كثير من النظريات فيما يتعلق بارتباط سويف وسي آي بي إس، ولكن الناشونال إنترست وجدت بأن إيران دخلت من ضمن هذه المنظومة، وكذلك وجدت أيضا أن أي فشل للمفاوضات النووية ومحاولة من الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إيران عبر مجلس الأمن الدولي بفرض المزيد من العقوبات بسبب أن إيران لم تتعاون، فإن الفيتو الروسي والفيتو الصيني حاضرة وبقوة من أجل إيقاف أي تحرك أمريكي من أجل الضغط على إيران. وكذلك وضحت الناشونال إنترست أن إيران ممكن أن تتقدم نوويا وتصل إلى القنبلة النووية في حالة فشل المفاوضات النووية أو حتى التصعيد عن طريق فصائلها المسلحة، بل هي وضحت أيضا أن نجاح الاتفاقية النووية يعني مزيدا للمال لإيران، مزيدا للتصعيد للفصائل المسلحة ضد التواجد الأمريكي، وقوة أكبر لهذا الحلف الذي نراه اليوم في ظل وجود طبعا إيران في منظمة شنغهاي ومنظمة بريكس. ولهذا السبب وهذا ما قد يفسر لماذا إيران هي تستمر في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والمماطلة في مسألة المفاوضات النووية. فعلى سبيل المثال بالنسبة لإيران الآن، يوم أمس مثلا واحدة من الأمور الكبيرة التي أعلنتها إيران وتحديدا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن رويترز بنفسها وبأنباء حصرية تماما تحصلت عليها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت بأن إيران اتخذت خطوات نووية مهمة للغاية الآن وخطيرة للغاية على الولايات المتحدة الأمريكية. فهي أكدت بصريح العبارة بأن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبتصريحات من الوكالة بنفسها قالت بأن إيران أبلغتنا بأنها فعلت وبدأت بتخصيب اليورانيوم ب 166 جهازا من أجهزة الـ IR-6 المتقدمة التي تخصب اليورانيوم. وتخصيب اليورانيوم طبعا هو يأتي هنا في هذه السلسلة تحديدا بعد أسبوعين فقط من ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم. الآن بدأ تخصيب اليورانيوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت بأن التخصيب هذه المرة في منشأة فوردو، وقالت بدأ التخصيب بنسبة 5%، وأن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن التخصيب سيكون في الفترة القادمة بعد ذلك سيرتفع إلى 20% باستخدام هذه الأجهزة. المثير بأن إيران صرحت اليوم وقالت بأنها فعلا بدأت تخصب اليورانيوم الآن بنسبة 20% فعلا، وقفزت من 5%. وهذا يعني باختصار شديد جدا بأن في فوردو هنا التخصيب 20%، ومنشأة نطنز التخصيب بنسبة 60%. طبعا التخصيب بنسبة 90% هو الذي يمكن إيران من الوصول إلى القنبلة النووية بسرعة كبيرة للغاية. وبالتالي ما الذي ستفعلينه أيتها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه المعادلة؟ الاتفاقية النووية طبعا ولكي نعرف بأنها تمنع تماما أي تخصيب لليورانيوم في فوردو، وكذلك إذا كان هنالك تخصيبا فالتخصيب يجب أن يكون في منشأة نطنز وبنسبة 3.67%. لاحظ التقدم النووي الإيراني عندما نتحدث ب 60% و 20% أيتها الولايات المتحدة الأمريكية. أما أن تعودي للاتفاق النووي أو أننا قد نتوجه للقنبلة النووية في ظل تواجد صيني وروسي، النفوذ كبير للغاية. الناشونال إنترست قالت بأن طبيعة الاتفاق بين الصين وبين إيران وصل إلى درجة الآن في ظل الاتفاقية التي امتدت الآن وتمتد إلى 25 عاما، بأن الصين الآن تمتلك حقوقا في جزيرة كيش التي تأتي بهذا الاتجاه الذي ترونه تقريبا في الخليج العربي، وكذلك أكدت بأن الصين الآن تمتلك منشأة بحرية موجودة في بندر جاسك بعد مضيق هرمز بهذا الاتجاه. وبالتالي الآن إيران تمتلك اتفاقية 25 عاما، اتفاقية في العراق، وكذلك هي تشتري النفط ولديها مصالح نفطية وبترولية مع المملكة العربية السعودية، بدأت تحشد في مناطق تتواجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هذا الأساس الناشونال إنترست وجدت بأن يجب أن يكون هنالك نيتو موجود في الشرق الأوسط من أجل مواجهة إيران بكل تأكيد، مثل ما هو الحال في النيتو بالنسبة لأوروبا في مواجهة روسيا. نيتو لمواجهة روسيا، نيتو لمواجهة النفوذ الصيني بكل تأكيد. وهذا هو الأمر أيضا الذي أكده الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقاله حول زيارته إلى السعودية، وقال علينا مواجهة العدوان الروسي ووضع أنفسنا في أفضل وضع ممكن
للتغلب على الصين. وبالتالي وعلى هذا الأساس وعند الحديث عن روسيا، فالرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن يستغل تحركات وتحولا جديدا في إقليم دونباس، يريد أن يبطئ روسيا من التقدم الذي تقوم به وأن يحقق نتيجة مهمة، خاصة وأن القوات الأوكرانية بدأت تتخذ عددا من التكتيكات العسكرية التي تحدثت عنها وتحدث عنها موقع توبور، وكذلك تحدثت عنها وزارة الدفاع الأوكرانية. هذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس، وهذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك. القوات الروسية طبعا هي تمكنت من السيطرة تماما على لوغانسك وأصبحت سيطرتها بهذا الاتجاه، وهي تضغط بشكل كبير شيئا فشيئا وتدريجيا من أجل السيطرة على هذه المنطقة، وهي طبعا سلوفيانسك وكراماتورسك. بهذا الاتجاه القوات الأوكرانية بدأت بتكتيكات جديدة تحمي فيها منطقة سيفريسك. دعونا نقترب من هذه المنطقة فقط لنعرف ما الذي تفعله القوات الأوكرانية وما الذي تبحث عنه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط من أجل تحقيق ضغط جيد لكي توقف العمليات التي تأتي. هذه منطقة سيفريسك التي تتعرض إلى الكثير من الضغط في دانييتسك، هنا طبعا لوغانسك، وهذه الحدود الفاصلة طبعا معها. القوات الروسية سبق وأن جاءت تقارير كثيرة تحدثت عن أن القوات الروسية وصلت إلى غريغوريفكا، إلى سيريبيانكا، وكذلك هي بدأت بالاشتباك في هذه المنطقة وهي درونيفكا. وواضح جدا أيضا القوات الروسية قد وصلت في بعض التقارير الأخرى التي جاءت والتي نشرتها ليست فقط التوبور، وإنما كانت هنالك مصادر من وكالات الروسية تحدثت أنها وصلت إلى هذه المنطقة وبدأت تحشد وبدأت بعمليات قصف مستمر على هذه المنطقة التي ترونها سيفريسك. ولكن الآن الأمر الجديد الذي يأتي أن التفاصيل أن القوات الروسية لديها تأخر كبير، والواضح أن القوات الأوكرانية هي لا زالت موجودة في المدن، وأنها بالعكس هي لا زالت تضغط على القوات الروسية ولا زالت ضاغطة عليها في غريغوريفكا بسبب التكتيك الذي تتبعه. هي لا تتواجد في المدن ولكن هي تتواجد في مناطق عشبية تختبئ بها في الغابات وبدأت تستخدم هذا التكتيك. دعونا نقترب من غريغوريفكا فقط لنعرف ما الذي يجري وما هي هذه التفاصيل التي نتحدث عنها الآن. بالنسبة للقوات الأوكرانية في العادة وفي طبيعة الحال، في عادة عندما تأتي القوات الروسية وتتقدم إلى هذه المدينة التي ترونها، عادة القوات الأوكرانية تنسحب على سبيل المثال أو تبقى في المدينة والقوات الروسية تحاصرها وتبدأ عملية قتال كبير جدا واستنزاف كبيرة حتى تتم السيطرة على هذه المنطقة. المعارك كلها اختصرت بهذا الشكل. الآن القوات الأوكرانية ما تقوم به هي عملية الاختباء في الأعشاب، تنسحب من المدن وهنالك مثلا غابات بهذا الاتجاه، غابات بهذه المنطقة، غابات بهذه المنطقة. هذه الغابات بدأت عملية القوات الأوكرانية تنسحب وتفاجئ وتباغت القوات الروسية وهي تتحرك من المدن وتتوجه، تجد نفسها فجأة أنها أمام خسائر كبيرة جدا تتعرض إليها، وبالتالي القوات الأوكرانية بدأت تحاول إبطاء القوات الروسية حتى تصل إليها الأسلحة التي تبحث عنها من الناتو، وحتى كذلك يأتي الضغط على المستوى الاقتصادي إذا ما تعاون الخليج العربي. بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طبعا إلى الخليج العربي وتعاونت معه المملكة العربية السعودية، ولكن القوات الروسية بالنسبة إليها بدأت تستخدم المروحيات في هذه المناطق وبدأت تحاول تطهيرها. تأخذ وقتا طويلا، تأخذ وقتا أطول من معارك المدن التي اعتادت عليها القوات الروسية، ولكن هي محاولة إبطاء قد تكون فرصة جيدة للرئيس الأمريكي جو بايدن لاستغلالها وتحقيق المكاسب، وبعد ذلك بكل تأكيد الوصول إلى نتيجة مهمة تبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أوكرانيا.